دائما ما كان الخميس هو كلمة السر في زيادة الأسعار، ليصبح كابوسا فسره الخبراء الحكوميون أنه يصادف نهاية أو بداية الشهر، وبذلك تصبح مؤشرات ارتفاع أسعار المواصلات وفقا لتقرير الاتحاد العام للغرف التجارية مؤشر واضح لمدى تلك القرارات. فتعريفة ركوب التاكسي زادت بنسبة 33%، أما عن الميكروباص زاد بنسبة 25%، والانتقال بين المدن داخليا زاد بنسبة 11%، والانتقال بين المحافظات زاد بنسبة 17%. كم مواصلة في اليوم؟ 2 مترو والمواصلات العادية. ركب على الرايد دايما، تغيري نفسه خط اللي هو المحور، بنزل اركب بيتي. انا مركب من هنا للاسعاف، من الاسعاف بركب من شبرا، بعد كده انزل اركب المترو. مواصلات كتير انا بركب من قناطر التحرير. تمام، بتدفع كام المواصلات؟ 15 جنيه. لما بيكون رايح السوق ولا حاجة بركب ب3 جنيه رايح جاي. مش نفس انت رايح بتاع 15 جنيه كل يوم رايح جاي، 15 جنيه رايح. المترو بركبه ب2 جنيه، والتاني برضه بركبه ب2 جنيه ونص. لن تقتصر الزيادة على تلك الخدمات، بل تمتد لتصريحات وزير النقد دكتور هشام عرفات بالعمل على خطة لرفع أسعار المترو من جنيهان ليصبح الحساب بعدد محطات الركوب. يذكر أن آخر زيادة كانت بنسبة 100% في شهر يوليو من العام الجاري.